عايزين نقول كل الجميلات يجمعوا قدام الشاشه في الفقره دي، عشان دي فقره مهمه جدا وتهم حضراتكم. هنتكلم طبعا عن الرياضه اكيد بشكل عام، ولكن هنتكلم بشيء من التفصيل عن تحديدا الدفاع عن النفس خصوصا للفتيات. في نوع من فنون الدفاع عن النفس اسمه رياضه الويندو، انا شخصيا يمكن ما كنتش اسمع عنها قبل كده، ولكن اديني هتعرف زي كل حضراتكم على كل تفاصيل هذه الرياضه وتدريباتها من خلال وجود ضيفتنا العزيزه كابتن اماني عبد العال، وهي استشاري تدريب ويندو. منورانا واهلا بيكي. صباح الورد، اهلا بيكي. منورانا قناه الاهلي، اهلا بحضرتك. وخلينا نفهم زي ما كريم قال كده، يمكن لعبة الويندو أو يعني مش مألوفة، خلينا نعرف من حضرتك، وعايزين نوصل بقى برضو تفاصيلها للفتيات اللي بيتفرجوا علينا، عشان لو حب يعني واحد منهم عايز يشارك معاك. تمام. هو تدريب الويندو أساليب دفاع عن النفس بس بصورة مختلفة شوية عن المعتادة. يعني مش زي التايكوندو والكاراتيه مجرد تكنيكس بدنية بس، لا، احنا عندنا كمان جانب نفسي، وهو ده المميز في الويندو. فهو الحقيقة مقسوم لشقين، شق نفسي وشق جسدي. في الشق النفسي بنعلم البنت ازاي تقدر تدافع عن نفسها عن طريق نظرة عينيها، عن طريق صوتها، عن طريق لغة جسدها، لان هدف الويندو الاساسي ان احنا نبني ثقة البنت بنفسها، لان لو هي عندها ثقة بنفسها هتقدر تواجه، لكن مهما اتعلمت حركات وهي ما عندهاش ثقة كافية مش هتستخدمها اثناء موقف الخطر. بس يعني مجرد وجود النوع ده من الرياضات الدفاع عن النفس حاجة مهمة جدا. يمكن انا في البداية زي ما سمعتي معانا قلت الجميلات يجمعوا، ليه؟ لان في بعض الاحيان بتتعرضنا لبعض المعاكسات، في بعض الاحيان صحيح، بعض المضايقات، مناوشات، ففكره ان هي تكون قادره على ان هي تدافع على نفسها دي نقطه مهمه جدا الحقيقه. بالظبط، وده هدف الويندو الاساسي، ان احنا نعلي فكره الادراك والتركيز عند البنت عشان تقدر انها فعلا تواجه، تبقى ماشيه في الشارع فعلا مركزه، تحس حتى بالموقف وتصدق الحدس الداخلي اللي عندها قبل ما الحاجه نفسها تحصل. طيب كابتن اماني، خليني اسالك سؤال اعتقد ان هو هيبقى سؤال مهم يعني وجهه نظري، لان اختلفت فيه الاراء بشكل كبير جدا. بعض الناس بيقولوا او بينصحوا الفتيات ان هي لما تتعرض لاي مضايقات في الشارع ما تردش وتعمل انها مش سامعه وتمشي. انا شخصيا ضد هذا الموضوع جدا، يعني بشكل منتهي. الناس الثانيه تقول لك لا، دافعي عن نفسك. صحيح. انت بتضحك ليه؟ عشان متخيل بنتي اكيد مثبته الناس اللي بيعكسوكي وبنجيبك من فوقيهم اكيد، ده يبقى حظهم تعيس يا عيني. انا ما بعرفش اسكت، انا وانا صغيره انا دايما بحب ادافع عن نفسي، ما بحبش حد ابدا يعني يغلط معايا ربع غلطه، فدي طبيعه، يمكن دي طبيعه. حضرتك يمكن بتمرني او بتنمي ده لو مش متوفره النقطه دي او الخصال دي عند بعض الفتيات، لكن رايك ايه اصلا؟ هل البنت تدافع عن نفسها فعلا ورغم ده ممكن يعرضها ليه يعني موضوع ان هو يتفاقم، ولا ان احنا نمشي؟ يعني بتنصحيهم بايه؟ بصي، للاسف احنا متربيين باسلوب تنشئه اجتماعيه كده، ثقافه التوريه، دايما نخبي ونمشي جنب الحيطه، ولو حد عمل لك حاجه ما اجري ومالكيش دعوه وحاجات كده. بصي، احنا اصلا هدف الويندو بتاعنا ان احنا نطلع من موقف الخطر. انا مش هدفي ان انا استخدم العنف وان انا امشي يعني يلا تشفق الليل، لا خالص، بالعكس، انا هدفي اني احافظ على حدودي الشخصيه، مساحتي، يبقى عندي المساحه الامنه بتاعتي عشان اقدر احافظ عليها، وعشان احافظ عليها ضروري يكون عندي الوعي بيها اصلا. ودي من ضمن التدريبات المهمه جدا اللي بنعملها، تدريبات للوعي عشان تعرف اصلا حدودها، حدودي مع الشخص زميلي في الشغل زي حدودي مع حد انا مثلا مرتبطه بيه، حد صديق، حد من قرايبي، لا، فكره ان انا برتاح مع مين مش برتاح، اقدر ان انا احط حدود من البدايه ليا. فكره ان انا دافع عن نفسي يعني دي حاجه اساسيه، لان ده حق من حقوقي، وده اللي بعلمه للبنت، حق من حقوقك انك ترفضي، حق من حقوقك ان انت تقولي لا. احنا للاسف اتربينا على شويه معتقدات وافكار كده انه ما ينفعش تردي، لا، عيب، البنت المفروض تكون كيوت ولطيفه وجميله كده ولذيذه، لا خالص. لا، ده ما يمنعش عمري ما القوه او ان انا شخصيتي تكون قويه او ان انا اكون واثقه من نفسي، ده ما يتعارضش خالص مع الجمال او مع انها تكون بنت لطيفه نهائي. طب لمحه تاريخيه كده، احنا سمعنا ان الرياضه دي ابتدت في الستينات صحيح في نيويورك، ولا كان ليها تاريخ قبل كده؟ لا بالظبط كده، بالظبط، هو فعلا سنه 1967. احنا متاخر حبتين ولا بتهيألي؟ احنا وصلت لنا هنا 2013. طب ليه قعدنا العمر ده كله ما بنسمعش حتى مجرد سمع على الرياضه؟ بص، هو هي فعلا من الستينات بدات، كان في حادثه قتل كده حصلت، وكان في اتنين متجوزين اسمهم ان وند، وقالوا احنا هنعمل رياضه لطيفه للبنات ما تكونش صعبه قوي، اي بنت تقدر تتعلمها بسهوله، وهم كان عندهم شويه خبرات كده في التايكوندو والكاراتيه. فعملوا الشقين ده بقى، فكره الشق النفسي والجسدي، تكنيكات تستهدف الاماكن الضعيفه في الجسم بس ما تكونش معقده،
يعني لو انا ما عنديش اي خبره في الرياضه خالص، ما لعبتش رياضه قبل كده، اقدر ان انا اتعلم الويندو بسهوله. والشق الثاني بقى النفسي، ممكن هو ده اللي بيختلف عن اي حاجه ويتميز قوي فيه الويندو، ان احنا نقوي البنت ثقتها بنفسها. دخل بقى الويندو 2013 في مصر عن طريق مدربه مصريه المانيه، دخلته مصر شيرين سالم، وابتدى بقى تدرب بنات. يعني هي اتعلمته في المانيا، هو منتشر جدا على فكره في المانيا، يعني اسلوب حياه اي بنت تلاقيها بتتعلم ويندو يعني. وبعدين اتعلمته هي في المانيا، ورجعت بقى نقلت الخبره دي لبنات مصريات وانا من ضمنهم، والحمد لله بقيت استشاري في التدريب، بقيت مدربه مدربين. انا بتهيالي ممكن ردا على سؤال كريم وجهه نظري، يعني حضرتك برضو تصلحي لي، ليه ما كانتش منتشره؟ لان مصر طبيعتها مختلفه عن نيويورك. لو هي انتشرت في نيويورك وفي الستينيات او في اوروبا اكتر، احنا يمكن كان مجتمعنا مش المراه في زمان ما كانتش بتتعرض لاي شيء، يعني الى حد ما كانت الاخلاق مختلفه. ربما في تطور حصل سيء او ايجابي يعني بالظبط، فزمان ما كناش بنشوف ده. برضو وضع المرأة كان يعني تعرضها في مناطق معينة، يمكن كانوا بيمارسوا الدفاع عن النفس من خلال رياضة الشبشب في الأماكن الشعبية، فكان الوضع مختلف. فعايزين بقى نغير توجهات البنات بشكل عام، ازاي يقدروا يدافعوا عن نفسهم بشكل منظم زي من خلال رياضة الويندو. بالظبط، وده فعلا هدفنا في الويندو. يعني هي الفكرة ان انا بدي للبنت اساليب كتير وطرق كتير، وهي تختار الحاجه المناسبه ليها. حسب لان بقى انا بالظبط انا اختلف عن هوايتي اللي بيتعرض لها بالظبط، حسب كمان امكانياتي وقدراتي. انا ممكن يكون عندي صوت عالي جدا اقدر اخوف فيه اللي قدامي، حد تاني عنده نظره عين قويه، حد تاني لغه جسمه قويه، حد تاني بيقدر يدي ضربات قويه. واحنا ممكن نوصل لضربه، الحمد لله لسه ما ضربتش حد دلوقتي. طب انت استخدمتي ايه في الدفاع؟ لا انا صوتي بيخوف لما بزعق، ونظره العين كمان فعاله جدا. انا ممكن على فكره انهي موقف من البدايه خالص من خلال نظره عيني. يعني ما احتاجش ان انا اكمل، انا ممكن يكون حد بيضايقني واقف جنبي مستنيه باص راح شغلي راح كليتي، واقدر ان انا انهي موقف من البدايه من خلال نظره عين قويه وحده توصل رساله لا ستوب. طب مش انت شخصيا ايه اللي خلاكي تشجعتي قوي وتخوضي في مساله هذه الرياضه بالتحديد؟ هل تعرضتي مثلا لموقف معين خدتي بعديه قرار ان انا لا لازم اشوف تكنيك معين او اليه للدفاع عن نفسه مش بس ليا وكمان اعلمها للاخرين، ولا كانت القصه جت معاك ازاي؟ هو الحقيقه امنيه اختي ابتدت الموضوع الاول، وهي لان الموضوع كان متقسم اجيال كده في الويندو، مدربات الويندو في مصر، فهي كانت في الجيل الاول، فكان عندها حاجه اسمها مجموعه تدريبيه لازم تدرب مجموعه من البنات، فانا كنت من ضمن مجموعتها. ساعتها بقى اتعلقت جدا بالويندو، حبيته، حسيت ان هو فعلا فرق في ثقتي بنفسي، فرق في طريقتي مع الناس، فرق في حاجات كتير قوي، لانه الحياه بيأثر على كل قطاعات الحياه، مش مجرد بس بيأثر على فكره التحرش او كده، لا فكره ان انت تقدري تدافع عن نفسك وتبني فعلا حدود أثر على كل حياتك. طب ممكن يا كابتن اماني، يعني حد يجي دلوقتي سؤال في ذهنه يقول يعني مهما البنت اتعلمت وعملت برضو الراجل اقوى، يعني ممكن مسكه ايده مثلا تكون اقوى، ضربته تبقى اقوى، ده موضوع تطور يعني، فايه فايده التمرينات دي؟ رد حضرتك ايه؟ بالظبط، هي الفكره ان احنا بنستهدف الاماكن الضعيفه في الجسم. تمام؟ فانا مش بدخل معاه في خناقه، انا لو دخلت معاه في فايت ما طبيعي هو اللي هيكسب، عشان هو ممكن يكون عنده عضلات اقوى، ولو ان في بنات عندها عضلات اكتر على فكره مش بالضروره، بس حتى لو هو كده الفكره ان انا بستهدف الاماكن الضعيفه، انا عايزه اعمل ضربات قويه وسريعه جدا ورد فعل سريع عشان اهرب واجري من موقف الخطر. انا مش هضرب اوقف بقى استنى رد الفعل، لا انا بضرب واجري. يعني افرض انا بتشد دلوقتي لا قدر الله من ايدي، حد بيدخلني عربيه بالعافيه، حد لا قدر الله في مرحله اغتصاب او حاجه من دي، التدريب برده ليه ليفلز ثانيه. يعني اللي احنا كنا بنتكلم عنه ده البيزك، في حاجات بقى متقدمه اكتر، تدريبات لو انا لا قدر الله على الارض لو حد في اغتصاب او حاجه. أيوة من او مجموعه اكتر من فرد، حد طلع عليا بسلاح. والنقط اللي حضرتك بتذكريها دي بتتراعى في نوع التمرينات مثلا او التدريب بالزبط. اللي انتم بتتعرضوا له بالظبط. طبعا طبعا كل تدريب حسب، وكمان حسب امكانيات المجموعه. يعني المجموعه مش هدخل معاها مره واحده على لو انت في الارض وحد بيغتصبك هتعملي ايه، لا طبعا كل ده بيحتاج تجهيز نفسي. بس عايز اقول لك ان هو ليه يعني الحقيقه اثر على الجانب النفسي فعال جدا. طبعا في بنات طبعاً. بيبقى عندها تروما، كان عندها تروما وحصل لها حاجات صعبه جدا وخدت معايا التدريب وكملت بقى، والحقيقه حصل لها هيلينج، حصل لها شفاء خلاص من التروما. بس حضرتك مش هتكوني بس يعني بتحاولي انك تغيري البنات فكريا، لا ده مجتمع، لان بالزبط. الفكره احنا صحيح. نتاج هذا المجتمع صح. وهذا المجتمع الى حد ما، مش هخش في الكلام الكبير واقول ذكوري وغيره، لا احنا يعني عدينا بتهيألي المرحله
بنعدي المراحل. صحيح. ولكن ما زال هناك بعض التقاليد برضو والأفكار القديمة اللي زي ما كريم قال وإحنا كنا بنتكلم إن بلاش البنت تتهور، بلاش البنت تدفع عن نفسها، عايزين نعدي الحاجات دي، معلش الكلام ده لسه المجتمع بعض منه بيتحدث بهذه اللغة. فحضرتك مش بتغيري بس فكر البنات، لان لو انا غيرت فكر دلوقتي البنت وما زالت هي عايشه وسط هذه الافكار الملوثه في المجتمع، فكرها هيتلوث مره تانية. فالشيله تقيله يعني. صحيح. بصي، في جزء كبير قوي مهم جدا في التدريب ان هي بتنقل الخبره دي. يعني انا دلوقتي جات لي بنت عندها 15 سنه التدريب واتدربت معايا، بتروح تحكي لبابا وماما اللي حصل. طب على فكره انا اتعلمت النهارده ان انا اقول لا، اتعلمت ان انا ارفض، اتعلمت ان انا ليا حدود شخصيه مفروض احافظ عليها. فهو التغيير بيجي من هنا يعني. الخبره بتتنقل، لان هم كمان يعني عشان فكره التوريه وان هم مش بيحكوا وان احنا مش بنقول، احنا عندنا فكره الجروب ان المساحه الامنه ان احنا نتكلم كلنا بنات. على فكره تدريب بنات بس، حتى مدربات الويند كلهم بنات فقط لغير. ففكره المساحه الامنه ان هم يحكوا ويقولوا ده في حد ذاته بيعمل حاله هدوء جميل من السيدات ومن الفتيات، مرضي ومبشر بان ممكن يكون في قدام اهتمام اكبر بممارسه الرياضه دي بالتحديد. حقيقه جدا كان الاول الموضوع مش منتشر قوي. يعني انا من 2015 وانا مدربه ويندو، وبعدين بقيت استشاري تدريب مدربات من 2018. فالحقيقه الفتره دي ما كانش الاقبال للدرجه. وزاره الشباب والرياضه كمان بقت تعمل التدريبات، الويندو دخل خلاص في وزاره الشباب والرياضه، فده كان شيء جميل جدا طبعا. فانتشر في مراكز الشباب، فالموضوع بقى اكثر البنات والسيدات عليه اقبالا بصراحه. وبصراحه دكتور اشرف صبحي عمل نقله حقيقي في هذه الوزاره، يعني دي شهاده لازم ان هي تتقال. طيب مش عايزين مدربات، مش متدربات، انا متهيألي عديت ليفل مدربات يعني، بيقولي لي عنيا. طيب ولو نزلكم متحرشين اديني خبر عشان تطبقوا عليهم. لا ازعل منك، لا ازعل منك يا كريم. امال هتتدربوا على مين؟ خايف عليك. هتتدربوا على مين؟ بص، فكره بقى بتتدربوا على مين دي، احنا بنعمل حاجه لطيفه جدا، سايكودراما. يعني انا بنمثل دور المتحرش وبخلي البنت تمر فعلا بالموقف وتعرف ازاي تدافع عن نفسها في كل موقف ازاي. دي من ضمن الحاجات اللطيفه جدا، ان احنا المواقف اللي بتحصل في حياتنا اليوميه، ان هي وهي ماشيه حد قال لها كلمه، حد ضايقها، حد ضربها، حاجات من دي، بنمثل المواقف. وكمان بنعمل حاجه اسمها المواقف الكبيره، ودي موقف يكون بالتحديد بنت مرت بيه، ونعيد محاكاه الموقف مره اخرى. وده فكره الهيلينج اللي كنت بقول عليها، ان احنا نروح الصدمه تروح او التروما تروح. انا للاسف عندي كذا سؤال هحاول اسالهم لك بسرعه. يعني لو كريم برضو عنده قبل اي اسئله قبل انتهاء الفقره، لان انا بصراحه شايفه الموضوع مهم جدا. اول حاجه انا عايز اعرف منك، طيب دلوقتي الشخصيات العامه من السيدات، هل برضو طبعا هم ممكن يكونوا بيمروا بمضايقات اضعاف كمان طبعا. وفي نفس الوقت هم ما عندهمش رفاهيه ان هم يقدروا يردوا بالشكل اللي بنت عاديه ممكن ترد بيه، عشان طبعا انت عارفه هيقولوا عليها مش عارفه تنكة مش عارف ايه ده دي. لكن في مضايقات بتحصل طبعاً. الشخصيات العامه اللي هي في اي مجال، مش في الاعلام، مش في الاعلام بس، ممثلات غيره طبعاً. ازاي يقدروا ان هم يدافعوا عن نفسهم ويرفضوا مثلا هذا التطفل، وفي نفس الوقت ما يكونوش بيحرجوا حد يعني، او ما يكونوش بيخسروا شغلهم. بالزبط. لان للاسف بالزبط. في احصائيات كتير بتقول ان البنات عشان ما تخسرش الشغل ممكن ساعات ما بتقدرش انها تتكلم. دي نقطه برضو تانية كويسه. بالظبط. بصي، الفكره ان انا بعلم البنت انها تنهي الموقف بدري. انا فكره ان انا يبقى عندي وعي بحدودي، فانا الحدود دي بحميها من البدايه، مش هستنى لحد ما الموقف يتطور قوي. اسال نفسي طب ايه اللي حصل قبل كده، ايه اللي حصل قبل ما اوصل للجزء ده، كنت فين قبليها؟ لا انا حطيت، ما حطيتش مساحه كافيه، المساحه كانت واسعه، ما كنتش حاطه حدود بالشكل الكافي، هي اللي وصلتني للمرحله دي. فاركز قوي في حدودي الشخصيه واحط حدود مع الاخرين من البدايه. ولو حاجه مضايقاني، حاجه صغيره، سهل قوي ان انا اقول انها مضايقاني، لكن كل ما بتكبر الموضوع بيبقى اصعب. فانا امسك الموضوع من البدايه، فهرفض الحاجه من البدايه اللي مضايقاني. يعني لو زميلي بيكلمني ولازق فيا قوي وبيكلمني، ممكن انا اللي ابعد خطوتين، اخد خطوتين مره في هو ممكن يقرب تاني على فكره، بس مره في التانيه وانا ببعد، هو بعد كده هيعرف ان انا لا، انا في مساحه والله. فكره ان انا اتحرك من نفسي ومفيش فايده، انا ممكن يبقى نظره عينيا قويه شويه، ممكن اقول استاذنك انا بحب يكون في مساحه مثلا في انا بديكي مثال يعني بسيط. عارف الجمله الشهيره، احنا مش في اتوبيس. والله عايز اقول لك الاتوبيس ده ثقافه لوحدها، ده فيه ليه منتخب من المتحرشين لوحده. والله علشان المنتخب ده يضيع بقى، احنا لازم يكون لينا دور، المجتمع كله يكون دور. عشان كده الرياضه اللي احنا بنتكلمين عنها النهارده مهمه ومفيده جدا. وبالتالي على فكره احنا بنقدم دعوه مفتوحه لكل
الفتيات والسيدات ان هم مبدئيا اتمنى تكونوا اتعرفتوا شويه على هذه الرياضه، وبندعو الجميع لممارستها بالفعل. بالظبط، بس هي الفكره ان احنا كمجتمع بقى ككل فعلا لازم يكون لنا دور، لما اشوف موقف تحرش اخد رد فعل ايجابي. انا ممكن لو انا يعني بدنيا مش قوي مش هقول ان انا عايزه ادخل في خناقه، انا مش عايزه ادخل في خناقه ولا كلام من ده، لكن على الاقل ابقى حائل ما بيني وما بين الشخص اللي بيتحرش بالبنت. طبعا. اعرض على البنت طبعا. المساعده، هي يعني بنت ممكن تكون تعرضت لتحرش وما بتقولش عشان خايفه قلقانه مكسوفه، فانا فكره ان احنا يكون لنا رد فعل ايجابي ده هيمنع التحرش كتير وهيقلل جدا من الظاهره دي. ده كلام محترم، انا عايزه الفقره دي بجد تنورينا تاني، لان هي مش بس فكره احنا بنتكلم عن يعني حمله او رياضه او ويندو يعني حاجه مكيان موجود مثلا منظمه موجوده، لا هي الفكره ليها يعني تاثير كبير جدا على المجتمع بالظبط وقطاعات الحياه المختلفه. فانا هدعو حضرتك مره تانية يعني نحاول ننسقها خلال الاسابيع اللي جايه تكوني معانا، وكمان ممكن نخلي الفتيات يبعتوا لنا على الهاشتاج وعلى البرنامج يا كريم، تبقى فكره جد. حلوه لو عندهم جد. اي اسئله او بالزبط. عايزين يقولوا كمان التجربه اللي مروا بيها لو حابين ان هم يشاركوا، يعني تبقى فكره البوح دي مهمه جدا على فكره. انا متفق مع حضرتك جدا كابتن اماني، نورتينا وربنا يوفقكم ان شاء الله. شكرا لوجودك معانا، وان شاء الله نلتقي بيكي عن قريب، واسمحوا لنا نطلع فاصل ثم عوده مره ثانيه ل 10 الصبح في الاهلي. اتفضل.